ديزاد دو روتور ورانا خليكم غير بشويه قبل ما نتوما ورانا وين نحن بتاعها الله ما شاء الله ورانا ديزاد ورانا هذا وين نزلنا من لاكار رانا غادي نخرجوا طريق وهران هيا ايماجيني فو من بيتي مارافال لطعطعها ماشي داك بغيت تدخل للدار الباتري غادي يطيح ليا بحالك الخمسة غير عشرة سي فري مازال ما صليتش العصر وكي ندخل للدار نتوضا نصلي ما هي داك الشيء ندخل ندير للدار حامل كفاف كنت انا ندير امتي تور فيت في تحت حد صراحة تصفر يا محاينك حي راها مع الناس على بالك قاع قاع الخدامة هذا هما مول الناس تدخل تريح راك فاهم الصباح واه ناشطة الحية بس عشية فريمون راك شاطر طريق وهرم شوف يلا طريق وهرم ولا اصح قلت والله غير ندير ان تيتو في القرابة وحش طعطعها شي تمشى أميرة أو تمشى والله أنا تمشى أو إيطو صامويل شتو لي بيوس تاع في وهران تيجرو غادي يقول مشى يجري يابز ويجري ويفريني ومنا وكنا نكونو في فطاري شحال كارو ويشرب في القهوة وراك فاهم العفسة كيفاه راني نقول لك طاق على منطاق صاحبي والله انا طاق على منطاق فوق قلت انا والله غير ندير امتي تشوف طعطعها كاس كي سباس دون سباس طعطعها شوف طعطعها كي تبغي تجيها كاش من غندير لكم فيديو طعطعها طعطعها الى تجي من كي تبقى ديك نص ساعه هذيك قدام قدام المغرب باش تصغلها عندك ما تضحك هادو دبازي هادو منا او سيدي عمر دلالي سمعت تحت عائلك نص ساعه او مو نص ساعه ثاني كاش مالها ندير لكم حي سيدي عمر حي عاتيه شوف تما اللي محوسنا بيكم محوسنا في وهران راني حوس فيكم راني حوس بيكم في بالعباس فهمت والله باطل قطعو شوف بروتينات كاكو عجبتني الصاشية شوف أنا بيا بالشامية تاعي بالصاشية صبرت شوف شريت اللحم نوريكم الصاشية كي دايرة تاع الزليج الزليج تاعنا ماشي تاعكم هاي راه ما في البوسة تاعنا ماشي تاعكم عندك الخال كي غايا ولا لا راني بها نطخ مول مليحة شو هذا الناس قاعد راح تجيب في الوقت روح قاع الناس لسانها راه خارج راح تجيب في الوقيته اي حبة حبة شوف الخال ماش انا ناس نبغي بالعباس بالعباس سي لو كان سي لا ترونكيليتي لو كان هنيني نهنيك ما كان لي كسر لك راسك ما كان لي فهم ايوا غادي نخرجوا هنا تحتها غير ما طيح لي غير لا باتريك راه حاط شراها 10 راه شنو نقول لكم شراها بال راه سيك بوصة وصلنا صح ما وصلتوش نخليها لكم نهار واحد اخر سيك بوصة يا محايلة طيح لي باتري حاجة اللي مليحة في التليفون هذا يشد راه من الصباح ما شارجيته ما والو ديتا كان 90% وراه قاعد لي راه شارج ترد بيه كاع الصباح وخربت فيه وكل شيء صافي دير مكتش مخلي طافي باش او حي العتيق قلبو قلبو خمسة تحشية زعل نتلم على قريب المغرب ديك ديك ساعة نص ساعة اللي تنشط الحية حفرة الصباح هادو نديرو امشي تور شوفو ال شوف ضرب الصحراء شوف شتو هاد الصباح كي تكون هنا الصباح الصباح تكون هنا هادو تاع
تاع الساله والحفره والبيع ومنه وبطاطا وفامير وبصله وصوالح اشياء هاي كالمه ما كان والو الدنيا هانيه وصمة صافيه فاهم. هذا هو التمر، هانيه الحيه. راكم تحوسوا معانا ديزاتو، انا تعجبني كي تكون خاويه هكا فاهم، واحد يفيدني في خاطره كاش كي تكون الحيه خاويه. راك شفتو هنا كي يكون في لاماتيني ولا ماشي في رمضان، راك شفتو كي يكون الراشي كش. شحال هاد طامسه؟ شحال هاد طامسه؟ 35. اسمحتو؟ كاين واحد الفيديو تاع واحد دوك بعد نبعثها لكم دايرها 35 بزاف. سي ترو شير. ترو شير مرقد ناس الغربة اللي راهم متوحشين القرابة في رمضان. هادي في خاطركم، هادي هاي دورو منا. هاي الشمية، احنا الشمية شاري، الناس قاعدة تشري شربة تشري صالحها. نروح لتحت قلت لكم نعاودكم الفيديو هادي، نعاودها ان شاء الله بإذن الله، نعاودها لكم نص ساعة قدام المغرب بإذن الله. نص ساعة كان راه كان الحيه صايره سينيالي الباتري. اي راه سينيالي، راه سينيالي ديزاد ديزاد مهم. لما تلاقيناش لا تراكروشت نقول لكم صحه فطوركم وفي فيديو بالك بالسياسه نتلاقوا ان شاء الله. اوكي هذه هي، جيسبر كو عجبكم الفيديو، ما تنساوش تجمجمونا نتوما عليكم الجماجم وانا عليا بارطاج والقصره معكم لديزاين. تحياتي خالصه للناس الغربه بالبزاف اللي متوحشين بلادهم. قالوا لي في رواحكم وعلى بالي بلي زادوا ساعه خربشوا لنا كلشي. كي زادوا ديك الساعه انا كي تزيد ديك الساعه كلشي تخروض لي على بالك، كلشي تخروض والله راه خربوا لنا كلشي. ولفنا هذيك لي زر نكرههم، هذو لي زر ديتي هذو ما نبغيهمش والله ما نبغيهم. فوالا فوالا طحطحها مازال ما طاحش باطري. راه جنبول بالله شوفي خاصها بوفات الشامية مطلوع شربات الخبز الخبز المطلوع. شنو يبيع هذا؟ ايش جاو؟ يا صراحة واحد يا محبوبي سلف دغيا واحدة منها انا وصفور